نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي اخترنا منها لكم هذا الخبر المنوع: خسائر ب5000 يورو بسبب خوف بقرة من تقليم حوافرها. أصيبت حركة القطارات على أحد خطوط السكك الحديدية في ألمانيا بالشلل بسبب بقرة فرت مذعورة من عملية تقليم الحوافر. وذكرت الشرطة الألمانية أن البقرة فرت أثناء تقليم حوافرها، ولم يفلح مالكها أو جيرانه أو الشرطة في الإمساك بالعجل الذي أخذ يتجول هنا وهناك على خط السكك الحديدية. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، التي نطالع منها اكتشاف مدينة أمريكية مفقودة من 400 سنة في ولاية كانساس. جاء في تفاصيل الخبر: تمكن علماء الآثار من اكتشاف مدينة إيدزانوا المفقودة في ولاية كانساس من 400 سنة، ويعد حجم هذه المدينة هو حجم كاهوكيا الذي يعد موقعا للأمريكيين الأصليين، ويقع على طول نهر الميسيسيبي عند سانت لويس. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: تحديث جديد من واتساب فقط للكسالى. أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب مؤخرا تحديثا يتيح قراءة آخر الرسائل الواردة من خلال المساعد الصوتي سيري في أجهزة أبل، في مسعى إلى جعل تواصل مستخدميه أكثر سهولة ومرونة. ويكفي المستخدم الذي يتكاسل عن قراءة الرسائل التي تلقاها أن يقول للمساعد سيري بصوت مسموع: أهلا سيري، هل لك أن تقرأ لي أحدث رسائلي؟ حتى يقوم بذلك. ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وهذا الخبر التكنولوجي: سامسونج تطلق أول تطبيق دردشة يعالج اضطرابات اللغة. أطلقت شركة سامسونج تطبيقا جديدا باسم ويموجي، قالت إنه أول تطبيق للدردشة عن طريق الرموز التعبيرية، صمم لتمكين الناس الذين يعانون من الحبسة، وهو اضطراب يسبب فقدان القدرات اللغوية وغيرها من اضطرابات اللغة، من التعبير عن أفكارهم وعواطفهم على نحو أكثر فعالية.